قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث ان شاء الله تعالى. اللهم بث في قلوبنا يا رب اسلام الصالحين، والحمد لله رب العالمين.